بسم الله الرحمن الرحيم. البرنامج دوت بيحول اي حاجه دي دبليو سي لصوره. اول حاجه بديله ملف، لما اديله ملف واحد اديت فايل، اختار حاجه دي دبليو جي او دي اكس اف، او اديت فولدر بديله فولدر كامل، هو يبدا ياخد الملفات. تاني خطوه بقول له الملفات دي انا عايز احطها فين، وليكن مثلا ماي بيكتشر. اوكي، بعد كده بختار شوف بقى انا عايز الامتداد بي ام بي ولا جي بي جي ولا جي اي اف ولا بي ان جي. الاوبشن هنا ببدا اختار مثلا نوع الورق A3 A4 زي ما انا عايز. الاختيارات اللي هي بتاعة الطباعة، الباك جراوند لونها ايه، الحاجات ديت. اوكي، اقول له كونفرت ناو، بيبدأ ايه يحول الحاجات. ممكن اروح لماي بيكتشر، ابدا ايه فعلا بدأ يحول الصور زي ما احنا شايفين.